وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الأستاذة مها مصطفى السيد أخصائي أول في إدارة تطوير برامج الأفراد والمؤسسات في صندوق العمل تمكين، أن فعاليات مدينة الشباب 2030 بنسختها الحالية تتواصل بشراكة استراتيجية بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وصندوق العمل تمكين. تعتبر مدينة شباب 2030 واحدة من أهم المبادرات اللي نحرص على دعمها من خلال شراكتنا المستمرة مع وزارة شؤون الشباب والرياضة، اللي تأتي انطلاقاً من الجهود المستمرة لتحفيز الشباب البحريني وإعدادهم عشان يكونون الخيار الأمثل للتوظيف، وهاي من خلال صقل مهاراتهم وتزويدهم بالتدريب والتأهيل اللازم للانخراط في سوق العمل وفق أسس تدعم نجاحهم واستمرار تطورهم المهني. هاي المبادرة تعتبر من إحدى قنوات التواصل اللي تتيح لنا الوصول إلى فئة الشباب البحريني بالأخص في مرحلة الدراسة بفضل البرامج المتنوعة اللي توصل إلى 70 برنامج وتستهدف مختلف الفئات العمرية من 9 سنين إلى 35 سنة.